والبيان بوضوح. لو فرضنا أن أحدكم أتى مكة وعاد إلى ديار أهله بماء زمزم في إناءين، فاختص إناء يشرب منه هو وأهله، وبقي الإناء الآخر، فجاءه قرابته جيرانه ذووه طلبوا منه ماء زمزم الذي جاء به من مكة، فقال إن الماء الذي جئت به لا يسعكم جميعا، لكنني سأعطي كل منكم نزرا يسيرا منه. فقبل، فأعطى كل واحد منهم بعضا من ماء زمزم، لو فرضنا أنه بمقدار هذا، فهذا الذي يأخذ الماء من ذلكم الرجل الذي وفد على مكة سيأخذ هذا المال ولقلته سيمزجه مع غيره حتى يبقى الماء أكثر وقت عنده في بيته، فيمزج هذا الماء من زمزم وهو قليل مع ماء وافر عنده، فهم أي أهل بيت هذا الصاحب، هذا الجار، هذا الصديق، يشربون ماءهم ممزوجا بزمزم، لكنهم لا يشربون زمزم خالصا. أما الرجل الذي وفد على مكة وعاد بالماء وماء زمزم وافر عنده، فهو يشرب الماء كله من زمزم، هذا حال أهل الجنة. قال الله جل وعلا: ومزاجه من تسنيم، أي أن الأبرار تسنيم عين في أعلى الجنة تنزل على الأبرار فيأخذون شيئا من مائها مع الماء الموجود في المنزلة التي هم فيها فيشربونه، لا خالصا إنما ممزوجا بتسنيم. قال ربنا: ومزاجه من تسنيم، يبقى الأمر لمن تسنيم يا رب العالمين؟ قال الله: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، أي أن المقربين وهم أرفع درجة من الأبرار يشربون تسنيم خالصة غير ممزوجة بماء. وهذا يدلك على أمرين: فضل الله وعدله، فضل الله وعدله. فالجنة كل مؤمن يدخلها بفضل الله، لكن المنازل فيها بالعدل. والله يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إن